وبعدين شوف قصة إسلام واحد زي سيدنا طلحة بن عبيد الله، عشان تقول لي، عشان اقول لك فين هذه السريه. طلحه بن عبيد الله بيقول انا كان عندي 15 سنه وكنت طالع مع ابويا علشان نتاجر في الشام في بصره، فبينما انا هناك لقيت واحد من الرهبان واقف: يا اهل الموسم، هل فيكم احد من اهل الحرم؟ فقلت له: انا من اهل الحرم. فقال تعالى: اظهر احمد؟ فقلت: وما احمد؟ قال: نبي اخر الزمان، موعده هذا الوقت ويظهر من بلدكم. فقلت: اوذاك يحدث؟ قال: لا يفوتنك إليه أحد، الحائز بقى له، روح له. فعدت إلى مكة فسألت: هل حدث شيء في مكة؟ فقالوا لي: محمد يقول أنه نبي واتبعه أبو بكر. يعني فين السرية بقى؟ فذهبت إلى أبو بكر فأسلمت. يعني كل حاجة، كل حاجة ظاهرة ومعلنة، فين السرية؟ ما في السرية. في فرق يا جماعة بإن اللي مكتوب في كتب السيرة إن أول 3 سنين كانت دعوة الإسلام سرية، الكلمة دي اتفهمت غلط واتفسرت غلط. إذا كان المقصود بيها إن النبي ما كانش عايز في أول 3 سنين يستفز قريش، يدخل في صدام معاهم، فكان بيختار المتميزين حتى لا يدخل في صدام، لكن مش معناه إنه كان عامل تنظيم سري. تفرق كتير قوي قوي قوي. في فرق إنه هو كان بيقول لهم مفيش داعي إن انتوا تجاهروا بالعبادة في وسط الحرم عشان ما ندخلش في صدام. دي مش إذا كان ده المقصود في السرية فده مفهوم تاني، معناه إنه هو لا يريد الصدام لأنه لا يريد العنف. وبين إنها تتفهم لا ده النبي كده أم عامل تنظيم سري، النبي ما عملش كده، الكلام ده مش صحيح، دعوة النبي ما كانش فيها الكلام ده، وبيضحك على الشباب ويروحوا ويضطروا وتكون النتيجة انه يفقد حياته ويفقد مستقبله على مفهوم خاطئ. انا بقول كده علشان بخاف على الشباب انه هو يحصل له كده. النبي ما عملش كده، النبي عمل كل اللي عمله عشان يحمي بلده انها تدخل في صراع.